أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن نتائج التحقيقات الأمنية التي توصلت إليها الجهات الأمنية منذ مباشرتها للبلاغ الذي تلقته في محافظة القطيف عن اختفاء الشيخ محمد الجيراني قاضي بدائرة الأوقاف والمواريث بالمحافظة من أمام منزله بتروت صباح يوم الثلاثاء 14 من شهر ربيع الأول الماضي قادت ولله الحمد وبفضل الله إلى القبض على 3 أشخاص لتورطهم في الترصد ومراقبة الشيخ الجيراني قبل أن يتم اختطافه من أمام منزله. ونشرت كذلك وزارة الداخلية قائمة بالأربعة المشتبه بهم بأنهم من يقومون باحتجازهم، ودعت كذلك لتعاون المواطنين في الإبلاغ كما هو معلوم عن أي من هؤلاء. ونحن بدورنا نقول لهم يعني سلموا أنفسكم، فالمسألة مسألة وقت الوصول لكم، فنثق بعد الله سبحانه وتعالى بجهازنا الأمني القوي المتين. الله يحفظ أمن البلاد ويدوم علينا الأمن والأمان في هذا البلد المبارك. طيب خلونا نشوف التقرير للمتحدث الأمني بوزارة الداخلية. أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي اليوم بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض أن عملية المراقبة والترصد امتدت لمدة 2 أسبوع تقريبا قبل مباشرة اختطاف الشيخ الجيراني، وتمت بتكليف من مخططي ومنفذي الجريمة الأشخاص 3 الذين تم القبض عليهم، وهم عبد الله علي أحمد الدرويش والموقوف مازن علي أحمد والموقوف مصطفى أحمد سلمان السهوان، مشيرا إلى أن التحقيقات الإدارية أدت إلى تحديد هوية المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم من بين من سبق الإعلان عن أسمائهم بتاريخ 29 من شهر محرم لعام 1438 الذين باشروا هذه الجريمة، وأعلن عنهم في بيان الداخلية هذا اليوم. هم محمد حسين علي العمار وميثم علي محمد القديحي والمطلوب علي بلاد سعود الحمد. وحذر المتحدث الأمني المختطفين وشركائهم من المساس بحياة الشيخ الجيراني، وطالبهم بالإفراج الفوري عنه وتحملهم وتحميلهم للمسؤولية الجنائية في حال تعرضه لأي مكروه. ودعا اللواء التركي كل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين الذين تم الإعلان عنهم أو من سبق الإعلان عنهم في بيانات سابقة، أو من تتوفر لديه معلومات عن مكان وجود الشيخ الجيراني، إلى المبادرة بالإبلاغ عن ذلك على رقم 990 أو أقرب جهة أمنية. فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.